اهلا اهلا اهلا، ازيك يا محسن؟ عامل ايه؟ مش وقت بوس خالص. انت لسه برضو زعلان منا يا كابتن محسن؟ لا انا مش زعلان، انا بس مقلق من المكان. ايه مقلق من ايه؟ يقفلوا يعني ويعملوا حركه نقص معانا؟ لا يعني المكان شيك قوي، وبعدين مكيف ودورين وازاز في ميه، كباشتين رايح وكباشتين جاي، وعنطره اتنين ميه معدنيه دلوقتي، و13% خدمه يجي لك على الشيك. كل ده ليه؟ لله والوطن. لا طبعا، يعني انا بس يعني عايز ارجع العلاقات زي ما كانت جميله بيننا انا وانت. طبعا يا محسن، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضل يا محسن. يا سلام، والله وحشني جدا. عايز ترجع العلاقات؟ ها، بالمقالب اللي عملتها فيا، بالمقاص اللي اديتهولي في جوازة اختك، خليتني العب على ارض الخصم والجمهور معاك. الخصم كده يا محسن؟ شايف يعني ان انا خصم؟ عموما احنا عايزين خلاص بقى ننسى اللي فات ونفكر بقى النهارده. انا جاي لك عشان تلعب ماتش ودي. لا، عايز اضمك لفريقي. نمضي العقد. طلباتك؟ نباصي لبعض، نخدم على بعض في الملعب. بص يا سيدي، ليك عليا هفضي لك الدفاع خالص، وانت حر بقى، انت والجون وانت وشطارتك. هو صد الكوره انا ماليش دعوه يا عم. الجون انا عارف علته، ما بيعرفش يصد ارضي. طب زي ما انا بقى ريحتك يا معلم في الدفاع، لازم تريحني بقى ايه في التحكيم ببولت الايس كريم اللي انت لابسها دي. مبروك عليك الكاس. ازيك يا سناء؟ بقول لك ايه عادي، انا مش ناقصاك ومش فاضيه لك، ورايا تصحيح كراريس، ما تضيعليش وقتي. لا ما هو مفيش حاجه يعني، ان شاء الله مش هضيع لك وقتك. انا بس اصلي يعني قلقان ان انا اتكلم معاك، انت اصلك بتتنرفزي على طول. يعني شايفني ماسكه خرزانه؟ ما تخلص بقى، ما تاخدش اكتر من وقتك معايا. ماشي حاضر. هو كنت عايز يعني اكلمك بخصوص محسن. محسن؟ وايه اللي جاب سيره اللي زي الطين في جايب سيرته ليه؟ بتنرفزني وخلاص يا عادل. لا من غير ما نرفزك، اصل انا في بيني وبينه شغل يعني، وانت عارفه طبعا الشغل اللي بيني وبينه ده مخليني ان انا ابقى تحت درسه، وممكن يرقشني في اي وقت، وخصوصا ان ده نابو ازرق. يعني صالحته عشان مصلحتك. يا سناء يا حبيبتي، ما انا مصلحتي هي مصلحتك، احنا مش اخوات ولا ايه؟ طلباتك يا عادل من الاخر. بص يا سناء، هو محسن هيجي بكرة يتغدى معانا، فياريت يعني لو حصل منه كلمة كده ولا كلمة كده فوتي. ها؟ عيني يا عادل. تسلم ايدك يا طنط معادي، أكل 3%. بالهنا والشفا، بس مش أنا اللي عاملاه، سناء اللي عاملاه. أيوه يا ماما، أنا شبعت. أنا قايمة رايح شوية. بغمزيني بالراحة. قايم قايم. هقوم بقى إيه عشان عندي حاجة أعملها بقى. إيه؟ هتحضر الخطة بتاعت بكرة ولا إيه؟ خطة العمل. ها، ركز بالتاكس اللي أنت لابسه فوق دماغك ده. بكرة. وأنا كمان شبعت الحمد لله. طيب استأذن انا بقى. طب مش هتقعد تشرب الشاي احسن تقول علينا بخله؟ لا لا، اعوذ بالله، بخله ايه؟ لو مفيش تعب يعني انا ممكن اقعد اشرب الشاي عادي، مفيش مشكله. تعبي؟ ما انا فاضيه وانا بعمل حاجه، انا قاعده فاضيه. طيب ما دام فاضيه بقى، ما تفكك من موضوع الشاي ده ونقعد نلعب ماتش صغير كده مع بعض. نفسي يا محسن نلعب، بس يعني اللياقه ما بقتش زي زمان. لياقة ايه؟ ده انت زي الفل ولياقتك زي الفل. يلا يا ستي نلعب ماتش. طب نلعب وعادل اخويا يحط الخطة. لا، عادل مشغول بالخطة بتاعت بكرة. خطة ايه؟ كل سنة وانت طيبة، بكرة الدورة الرمضانية، وان شاء الله انا اللي هحكم الماتشات بتاعت عادل كلها. بس طبعا الدم ما يبقاش مية وعيش وملح، اهو هقف جنبه، هقف جنبه وهغير القانون لصفه عشان ياخد التصفيات ويبقى بطل الابطال بصفة نهائية. ميرسي يا محسن. الجون يا
ايه ومدان لبنان ايه؟ ده فريق ولا ميكروباص؟ وبعدين في فريق اسمه الموميا، ده مات قبل ما يتولد. عموما يا سيدي الف مبروك عليك الماتش كده، وصلتوا لدور الثمانيه واللي جاي ان شاء الله سهل. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، بس برضه ايه كسحناهم ولا ايه؟ ايه الموميا، ايه الموميا، ايه الموميا. اوعى تفرح، ده الولاية انا كن زمانكم مشموطين 9-1، ده غير الثلاثة بيلن اللي انا حسبتهم لك في النص الملعب. يا ابني ده انا كسبتكم وغيرت القانون عشان تكسبوا. ربنا يخليك، بس برضه احنا عملنا مجهود واحنا فريق جامد ولا ايه؟ ايه الموميا، ايه الموميا. اوعى تنسى، اوعى، وانت في زهوة الانتصار والنصر يجب ان تعلم ان انا هتكت شرف صفارتي وغيرت القانون عشان تكسب. ربنا يخليك، بس المهم بقى تسد معانا لغاية دور الاربعة. انا معاك في دور الاربعة والتلاتة والاتنين لغاية النهائي. يا سلام، ربنا يخليك، والموميا في كل حتة عمال تجيب اجوان، وزي ما راح الغمرة هنروح من اللبنان. مش مصدقه نفسي يا محسن، معقوله عادل اخويا اللي كان واقف ضد جوازتنا بالمرصاد دلوقتي هو اللي بيجمع بينا؟ مش معقول، انا عمري ما هنساله الجميل ده ابدا. هو جميل بس جميل مدفوع الاجر. طبعا اجر عادل اخويا عند ربنا كبير قوي. انت طيبه قوي يا سناء على فكره، وده اللي مخليني متمسك بيكي. انت ما تعرفيش القعده دي مكلفاني قد ايه. كل ده عشان طلبت 2 ليمون؟ انت كده قاعدة في مدرجات الدرجة الثالثة، اكشفي الملعب كويس. طب ما توضح الكلام يا محسن اكتر عشان افهم. اللي قدامك ده حكم مهزوم منكسر، كسر رايته ورمى صفارته عشان سواد عيونك. انت هتكلمني بالالغاز ولا ايه؟ ما تلغيني بالصريح اكتر من كده. عادل اخوكي عشان يسيبنا نقعد القعدة دي خلاني أبيع أعز ما أملك. إيه؟ نزاهتي التحكيمية، وحوصله للأدوار النهائية مع إن هو كبير ويطلع من الأدوار التمهيدية. لا، ضحيت يا محسن قوي قوي قوي. لا، ولسه كمان حوصله للكاس وخليه يعلقه في النجفة عشان كل ما دماغه تخبط فيه يفتكر الجميل اللي أنا عملته له. أنا مش عارفة أشكركم أنتوا الاتنين قد إيه عالتعب اللي انتوا بتتعبوه عشاني وعلى جمايلكم عليا. حبيبتي انا تحت امرك، انا اي خدمه بالنسبه لك، يعني مفيش اي مشكله. هي دي الخطه زي ما انا قلت لكم كده، ده الفريق بتاعنا اللي بالاحمر، وده الفريق بتاع جبنه قريش صفت اللبن، وده فريق صعب جدا، عشان كده لازم ننفذ الخطه. ده انت يا كلبز اهو، تمام. وده مين؟ انا وانا تيتي. ايوه تيتي صح. وده مين؟ انا وابو النضاره اهو. ايه ده؟ طب انا مخرج لساني ليه دوله كده؟ مش اهبل يا ابني، اهبل لازم تطلع لساني. وده طبعا اللي واضح الملامح ومعاك كوره طول الوقت، انا يعني انا الرابع بتاعك. السلام عليكم. أهلاً 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 كابتن محسن، الحمد لله على السلامة والله. ألف مبروك يا عم، ألف مبروك، أديك وصلت للنهائي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، أهلاً وسهلاً. اتفضل اتفضل. شربات يلا يا رمزي، شربات. لا لا لا، شربات إيه؟ أمال يعني أما تاخد الكاس هتعمل إيه؟ لا ده أقل حاجة بقى أتبع عجل وأفرقه عن الناشئين. هتتبع عجل؟ ما تقلقش يا. طيب بمناسبة بقى قرب وصولك للنهائي، مش نخلص موضوعنا احنا؟ موضوع ايه قوي قوي تحت امرك، اتفضل طلباتك. اصلنا وسناء بقينا خلاص روحين في فانيلا واحدة. يا سلام، ومتمددين على بساط الريح كمان يا سيدي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ومش ناقصنا غير موافقتك. امسك بس الكاس في ايدي يا معلم، ولو بالليل عايز تكتب كتابك اكتبه على طول. خلاص، يبقى معادنا بكرة في الوسعاية، ومع صفارة الحكم محسن سيكا سيشهد التاريخ ماتش حياتي مع نؤنؤ.
ان شاء الله ربنا يكرمك. معلش بقى كابتن سيكا، النهارده زي ما انت شايف كده عندنا تدريبات الاحماء يعني، فمش فاضيين حتى. يا عم احماء احماء، ما انا حاكم ما اتفرج على الاحماء. اتفرج معانا؟ اه. عارفين يا اولاد مين هيقعد النهارده يتفرج عليكم؟ مين يا كابتن؟ ما هو ما هو لسه قايل قدامكم، ده انتوا كلكم اغبياء. يا استاذ سر يا دول الخطط. سر ايه؟ ما هو هيشوف يا ابني، ده هو اللي بيحكم ولا ايه يا كابتن؟ يلا 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 بقى. ايه هات يا رمزي، رمزي معاك. بص يا دولا بص. عايز ايه؟ بص بص. لا ما انا بأنن يا ابني، انا اناني. كابتن عادل. ايوه. بعد اذنك، الدوره الرمضانيه اللي هتبدا بكره دي في كره القدم مش في الباسكت. ايه ده؟ احنا لعبنا كذا ماتش، هو اللي احنا لعبناه ده كله كان كره قدم؟ عامين يا استاذ عادل؟ هات واحد زفت كمان يا راجل. حرام يا استاذ، مش كده، انت شبت كتير قوي النهارده. انت مالك؟ انا مش بدفع، روح هات واحد زفت كمان. عينيا يا استاذ. وعندك واحد زفت؟ خلاص بقى دوله، دي مش اخر بطوله دوله بقى، احنا ياما خسرنا. بص سيبك من رمضان اللي احنا فيه ده، انا سمعت ان في بعد العيد هيجيبوا رمضان باسبوع على طول. ضرب بقى ونركز يا دوله. نادل الجبان، انا اعمل فيا كده وما احكمش الماتش ده. طيب وانت كنت فين يا واد؟ 22 0 مش انت كنت واقف جون يا واد؟ يا دولا انت مش قلت لي من اول الماتش اقعد فوق العارضه؟ طب ما في كورتين جون في العارضه ما صديتهمش ليه يا واد؟ دولا بقى ماشي. بدوي. ايوه جاي. نعم يا استاذ. واحد زفت. عينيا يا استاذ، خليهم اتنين زفت. ايه ده؟ وليك عين كمان تيجي نقول القهوه اللي انا معروف بقعد فيها، ايه اللي جابك هنا بعد ما ضيعتنا الضياع اللي احنا فيه ده؟ في اتنين من الفريق في العنايه المركزه. الهي يموتوا عشان نخلص منه. وبعدها ماليش ذنب، انت واختك عملتوا مؤامره عليا عشان تقعدوني من التحكيم. يا سلام، وايه اللي هيدخل اختي بقى في موضوع زي كده؟ اختك سجلت لي يا حبيبي وبعدت التسجيل لميداليات، وميداليات اصدر قرار ان انا ما احكمش تاني في اي ساحه شعبيه على مدى الحياه. انت اصلا جاي وبتتنبأ لنا لابس لنا كارت انذار. اخس اخس. وانت كمان اخس. انا اخس؟ ايوه. وانت سفوخس. ماشي ماشي. طبعا انتوا ضيعتوا نزاهه الكره الرياضيه كلها. فين النزاهه الرياضيه؟ ها؟ فين الاخلاق؟ فين الحاجات دي كلها؟ احساسك ايه يا عادل وانت ماسك ميداليه البطوله وانت عارف انك ما تستحقهاش؟ مش عايز اتصور معاك. معلش معلش. فعلا اخس اخس. انا هفضحكم هفضحنا كلنا في مجله الحائط. مين ده؟ ومجله العواميد. ولا اطلع بره، اطلع بره بره. انا اطلع بره، اطلع بره. انا اطلع بره. اخس. Thank you.